عاجل، الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة إلى أمير قطر، ننشر التفاصيل. وعاجل، الآن روسيا ترسل أسلحة تظهر لأول مرة في مصر، ورد ناري مصري على الاتفاق العسكري بين المغرب والكيان الصهيوني. وفي مفاجأة كبرى، أردوغان، تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر والكيان الصهيوني بعد المحادثات مع الإمارات. وعاجل، رئيس أركان الجيش الجزائري يزور مصر. وجدل كبير في مصر بعد بكاء فنان كبير على الهواء، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه أكتر من 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وفي مفاجأة كبرى، أردوغان عن تركيا. تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر والكيان الصهيوني بعد المحادثات مع الإمارات. قال الرئيس التركي أردوغان إن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر والكيان الصهيوني بعد المحادثات مع الإمارات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. أردوغان أضاف بحسب قناة NTV ومحطات إذاعية أخرى أن تركيا ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر والكيان الصهيوني على غرار تلك العلاقات في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي أفضت إلى استثمارات. وبحسب مصادر، قال أردوغان خلال رحلته من تركمانستان، لقد وضعت الإمارات خطة استثمارية بقيمة 10 مليار دولار. من خلال هذه الخطة سنكون قد بنينا مستقبلا مختلفا تماما. أضاف أنه سيزور الإمارات في فبراير. وقال ردا على سؤال حول العلاقات مع تل أبيب والقاهرة، مهما كانت الخطوة التي تم اتخاذها مع الإمارات، سنتخذ خطوات مماثلة مع الآخرين. ووقعت تركيا والإمارات اتفاقا باستثمارات بمليارات الدولارات. وقال أردوغان إنها ستعلن عن حقبة جديدة في العلاقات. في وقت سابق من هذا الشهر، أردوغان أجرى أيضا مكالمة هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء للكيان الصهيوني نفتالي بنت، بعد إطلاق تركيا سراح زوجين من الكيان الصهيوني كان محتجزين لتصويرهما أحد القصور الرئاسية التركية. المصدر معانا كان من صحيفة رويترز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة إلى أمير قطر. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها. وتسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني خلال لقائه في الدوحة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي. واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الشبابية والرياضية. المصدر معنا كان من بعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الآن روسيا ترسل أسلحة تظهر لأول مرة في مصر. وأعلنت شركة روستيخ الروسية أن شركة تيكون دومينيكا القابضة أرسلت لأول مرة في المعرض الدولي لصناعة الدفاع إيبكس 2021 الذي يقام في مصر أسلحة متطورة. أرسلت الشركة مجموعة واسعة من الذخائر الخاصة بالدبابات والمدفعية الميدانية والبحرية من عيار 57 ل 152 ملي، وقامت بإرسال ذخيرة دبابة من عيار 125 ملي وعناصر جديدة تسمى مانجو إم ليد 2. الذخيرة مخصصة لإطلاق النار على الدبابات المجهزة بدروع تفاعلية محسنة وحوامل مدفعية ذاتية الدفع ومخابئ وأهداف مدرعة أخرى. وتستطيع الذخيرة اختراق الدروع بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالعينة القياسية. وتظهر في المعرض أيضا الصواريخ المضادة للدبابات RBG-30 مع قاذفة قنابل يدوية يمكن التخلص منها، وهي أول نظام سلاح مضاد للدبابات في العالم،
وحتى الآن قادر على التغلب على أي أنظمة دفاع نشطة معروفة للمركبات المدرعة، كما يتم عرض قنبلة أودي إي بي 500 بي إم في والقنبلة العالمية شديدة الانفجار أو إف إي بي 500 يو التي تضرب المنشآت الصناعية العسكرية والمركبات المدرعة الخفيفة وتقاطعات السكك الحديدية والتحصينات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك سيتم عرض جيل جديد من الصمامات التي تنتجها شركة إمبو أوبو بويسك في جناح تكنو موديكا. المصدر معانا كامل روس أتيخ. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وروسيا ترسل يعني أسلحة جديدة تظهر لأول مرة في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومهم جدا، ورد ناري مصري على الاتفاق العسكري بين المغرب والكيان الصهيوني. علق الخبير والمحلل في الشؤون العسكرية بمصر اللواء سمير راغب على الاتفاق العسكري بين الكيان الصهيوني والمغرب، معتبرا أن هذا الاتفاق ساج على المملكة محطة رئيسة لنشاط الاستخبارات الكيان الصهيوني. وقال اللواء راغي في تصريح لصحيفة RT إن العلاقات المغربية الكيان الصهيونية تجاوزت كافة الحدود المسبوقة والمتعارف عليها أو حتى غير المقبولة في العلاقات العربية مع الكيان الصهيوني منذ إعلان دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، ولم تشهدها علاقات دول السلام الباردة التي خاضت صراع عسكري مع الكيان الصهيوني تطلب اتفاقيات سلام لإنهائه، أو دول التطبيع مع الكيان الصهيوني سواء بشكل معلن أو بشكل سري. وأضاف الاتفاقيات المعلنة والاتفاق العسكري لا تحتاج لتحليل معمق، فهي تعني أن يصبح المغرب محطة رئيسية لنشاط أجهزة الاستخبارات التابعة للكيان الصهيوني ومركزا للخبراء والمستشارين من الجيش الكيان الصهيوني وتأهيل القادة والضباط عن طريق مدربين من الكيان الصهيوني في المغرب وسوقا لبيع الأسلحة والذخائر بالوكالة. واعتبر أن هذا الأمر يعني تصعيدا كبيرا في الحرب الباردة مع جارتها الجزائر المعروف عن شعبها وقيادتها والموقف المعادي للصهيونية والرافض لكافة أنواع التطبيع أو العلاقات مع الكيان الصهيوني والمتعاطف مع جناح المقاومة، مع زيادة حالة التقارب مع الجانب الإيراني التي تشهدها الفترة الراهنة وتزايد تعاقدات الأسلحة والمعدات العسكرية وخاصة من روسيا الاتحادية. وتابع ربما كان الخلاف الجزائري المغربي في إطار التصعيد الخطابي والتوتر الدبلوماسي مع وقوع بعض الحوادث التي من الممكن احتواؤها ما بعد الخطوات المغربية تجاه الكيان الصهيوني، يصبح الموضوع مسألة صدام معسكرات، معسكر المقاومة مقابل معسكر الاستقواء بعدو المقاومة، وفتح جبهة جديدة لوجود الكيان الصهيوني في المغرب العربي. لتنقل حالة التصعيد من السؤال حول احتمالية الصدام إلى متى سيحدث وكم سيستمر وما هو حجم الخسائر المتوقعة وكيف سيكون شكل المنطقة ما بعده، وقال هذا الصراع لا نتمناه، كما لم نتمنى أن يخطو المغرب هذه الخطوة غير المقبولة وغير المبررة التي سيترتب عليها خسائر للمغرب أكبر من المنافع التي يمكن أن يحصل عليها من هذه المعاهدة. أشار إلى أنه من الوهم أن يتخيل النظام أن هناك منافع من علاقات عسكرية وأمنية واستخباراتية لدولة عربية مع الكيان الصهيوني، وقال أول الخسائر هو اصطفاف الشارع العربي ضد هذه الخطوة من ناحية ولدعم الجزائر المقاوم من ناحية أخرى، كذلك الحرج الذي سوف يحدث للدول العربية الصديقة للمغرب نتيجة هذا التحول في ثوابت العلاقات الإقليمية. مصدر معركة من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبسبب يعني العلاقات بين المغرب وكان الصهيوني عاوزين نشوف رئيس أركان الجيش الجزائري وهو يزور مصر نعرف التفاصيل. بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة زيارة إلى مصر للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الجزائرية. أفاد بيان نقله التلفزيون الجزائري بأن زيارة شنقريحة جاءت بدعوة من وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي. أوضح البيان أن الزيارة تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية،
وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. وينظم معرض مصر للدفاع بمركز مصر المعارض الدولية في القاهرة، ويجمع شركات محلية ودولية في مجالات الدفاع والتسليح البرية والبحرية والجوية. المصدر معانا كان من وزارة الدفاع الجزائرية وبعض الوكالات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. أعتقد أن يعني الجزائر في هذا الوقت يعني هيكون في قرب بين العلاقات المصرية الجزائرية، وهذا بسبب ما تفعله المغرب الآن مع الكيان الصهيوني. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر الأخير معانا، وجدل كبير في مصر بعد بكاء فنان كبير على الهواء. كشف الفنان المصري الكبير رشوان توفيق عن مشكلات تعانيها عائلته بسبب رفع بنته دعوى قضائية ضده، منوها إلى أن تلك المشكلات لها تأثير سيء في العائلة، وأضاف أنه يكافح طوال عمره ولم يثر المشكلات أو أذى أو أساء لأحد طيلة حياته، داعيا الله أن يصلح حال بنته، ودع الله أن يعود كل شيء إلى نصابه، متابعا: بنتي ربة منزل وزوجتي ربة منزل وكل الموجود كفاح 62 سنة، جيل الفنانين القدام كنا نحفر في الصخر وما حصلنا عليه ليس بسهولة، وندعو أن ينتهي كل شيء بخير. وكشف الفنان المصري خلال لقاء تلفزيوني عن أكبر مأساة يعيشها في حياته مع بنته الصغرى آية، بعد أن وصل الأمر بينهما إلى ساحات القضاء، وأوضح أن بنته رفعت هي وابنها بمساندة زوجها دعوى قضائية ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وهو ما تسبب في بكائه خلال الحلقة دون أن يكشف عن نوع القضية التي قام برفعها ضده. المصدر معنا كان من صحيفة المصري اليوم والوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تعالوا نعرف مع بعض خبر أخير ولكن مهم، هو إحالة 3 مسؤولين في قناة الدولة الأولى إلى المحاكمة. أحالت هيئة النيابة الإدارية في مصر قائم بأعمال رئيس القناة التلفزيونية الأولى السابق ومديرة البرامج الموجهة وكبير المعدين بالقناة للمحاكمة التأديبية العاجلة. جاء قرار لإضرارهم بأموال جهة عملهم وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن قام الأخير بالعمل بإحدى القنوات الفضائية الأخرى والحصول في الوقت نفسه على راتبه من خزينة التلفزيون القناة الأولى بمساعدة الأول والثاني. وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا بشأن انقطاع كبير معدين بإدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى بقطاع التلفزيون بدون إذن أو بطريقة قانونية، وتقاضيه راتبه والحوافز بدون وجه حق، وأرفق بالأوراق مذكرة مدير عام شؤون العاملين بقطاع التلفزيون الموجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بقطاع التلفزيون، والتي تضمنت بيانا بتواريخ وساعات دخول وخروج المعد المذكور لمبنى ماسبيرو. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما ثقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.